السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض على العددين المترافقون. هنبدأ مع بعض كده نشوفه. بيقول لي إذا كان أ و ب عددين نسبيين موجبين، فإن كل من العددين جذر أ زائد جذر ب والعدد جذر أ ناقص جذر ب بيعتبر مرافقا للعدد الآخر، يبقى دول اسمهم عددين مترافقون. قال لي لو حبيت أجيب مجموع العددين المترافقين مجموعهم هيساوي مجموع جذر أ زائد جذر ب زائد جذر أ ناقص جذر ب 2 جذر أ اللي هو ضعف الحد الأول. طب لو حبيت أجيب حاصل ضرب العددين دول، تعال نشوف مع بعض كده حاصل ضربهما. لما أضرب العددين المترافقين قال لي هيديني جذر أ تربيع اللي هو مربع الحد الأول ناقص جذر ب تربيع اللي هو مربع الحد الثاني. تربيع جذر أ تربيع هيبقى أ ناقص جذر ب تربيع هتبقى ب، يبقى أ ناقص ب مربع الحد الأول ناقص مربع الحد الثاني. تعال نشوف مع بعض مثال. بيقول لي ارتب مرافق كل من الاعداد الاتيه: جذر ا زائد جذر 3 يبقى مرافقها جذر ا ناقص جذر 3، 5 ناقص 2 جذر 2 يبقى 5 زائد 2 جذر 2. تعال نشوف مع بعض مثال تاني. بيقول لي اذا كانت س بتساوي 2 جذر 2 ناقص جذر 3 وص بتساوي 5 على جذر 8 ناقص جذر 3، اثبت ان س وص عددان مترافقون. واقول له قيمه س زائد ص على س في ص. الص هخليها على في ابسط صوره، خلي المفهوم عدد نسبي بحيث ان انا اضرب بسط المفهوم في مرافق المفهوم اللي هو جذر 8 زائد جذر 3، هيطلع لي 5 في جذر 8 زائد جذر 3 على 8 ناقص 3 اللي هي 5، تختصر مع ال 5 اللي في البسط، يبقى الصاد بتساوي جذر 8 زائد جذر 3. جذر 8 ممكن ابسطها تبقى 2 جذر 2، يبقى الصاد بتساوي 2 جذر 2 زائد جذر 3 اللي هي مرافق 2 جذر 2 ناقص جذر 3 اللي هو الس، يبقى الس والصاد مترافقون. تمام، ده الجزء الاول. طب بالنسبه للمقدار بتاعي هو عايز س زائد ص اللي هو مجموع العددين المترافقون على س في ص اللي هو حاصل ضربهما، قال لي بيساوي 2 في 2 جذر 2 على 2 جذر 2 تربيع ناقص جذر 3 تربيع، هتساوي 4 جذر 2 على 5. مجموعهم هو ضعف الحد الاول على ضربهم اللي هو مربع الاول ناقص مربع الثاني، فهلاقيها الص س زائد ص ب 4 جذر 2 على س في ص بتساوي 5. يبقى المقدار بتاعك في ابسط صوره هو 4 جذر 2 على 5. كده وصلته لابسط صوره. ماشي، تعالى نفكر كده لو حبينا ناخد مثال تاني ونشوف النوع تاني من الامثله. فبص معايا المثال اللي جاي ده هيقول ايه. بيقول لي اذا كانت س بتساوي جذر 5 ناقص جذر 3 وص بتساوي 2 على جذر 5 ناقص جذر 3، اضرب قيمه س تربيع زائد 2 س ص زائد ص تربيع. طيب تعالى معايا كده، انت عندك الصوت مش في ابسط صوره، المقام بتاعها جذر 5 ناقص جذر 3 يعني عدد غير نسبي. طب احنا عايزين نوصلها لعدد نسبي، قال لي همسك الصوت كده وابدا اعدل فيها. هعملها ايه؟ زي ما اتعودنا نضرب بسط المقام في مرافق المقام اللي هو جذر 5 زائد جذر 3. يبقى س عندك سهله ومتبسطه، الصوت هتساوي 2 على جذر 5 ناقص جذر 3، هضربها في بسط المقام في جذر 5 زائد جذر 3، يبقى البسط بتاعي 2 مضروب في جذر 5 زائد جذر 3 على المقام 5 ناقص 3. 5 ناقص 3 اللي هي 2 تختصر مع الاثنين اللي في البسط، يبقى الصاد بتاعتك جذر 5 زائد جذر 3. كده س وص عددين مترافقين. تمام، طب المقدار بتاعي س تربيع زائد 2 س ص زائد ص تربيع، قال لي اه ده مربع مقدار ذي حدين اللي هو جذر الاول بس جذر الاخير بص، يبقى س زائد ص الكل تربيع. يبقى الناتج بتاعه س زائد ص اللي هو مجموع العددين المترافقون مربع الحد الاول اللي هو الحد الاول جذر 5، يبقى ضعف الحد الاول اسفه، يبقى 2 جذر 5 الكل تربيع. 2 جذر 5 الكل تربيع هتساوي 4 في 5 بتساوي 20. تعالى نتنقل لمثال تاني. بيقول لي اجعل مقام كل من الاعداد الاتيه عددا نسبيا: 5 على جذر 7 ناقص جذر 2، قلنا هنضرب بسط المقام في مرافق المقام، هضرب فوق وتحت في جذر 5 زائد جذر 2، يبقى هتساوي 5 في جذر 7 زائد جذر 2 على 7 ناقص 2 اللي هي 5، تختصر مع ال 5 اللي فوق، يبقى الناتج بتاعي جذر 7 زائد جذر 2. معنا سؤال اخير، هو سؤال المتفوقين. بيقول لي اذا كانت س زائد س بتساوي جذر 5 زائد 1 والص بتساوي جذر 5 ناقص 1، اوجد قيمه س ص اس سالب 1 زائد ص في س اس سالب 1. تاني بقول عايز قيمه س ص اس سالب 1 زائد ص
في سين أس سالب واحد. إن شاء الله تعرفوا تحلوه. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.